يا نهار ابيض، ايه الفاتوره دي كلها؟ انا داخل اجيب ازازه لبن وطبق بيض. عملوها فيك يا صاحبي وضحكوا عليك وخلوك تشتري السوبر ماركت كله. هقول لك على تركات تاخد بالك منها وانت داخل السوبر ماركت عشان ما تشيلش كتير. اول حاجه وانت داخل السوبر ماركت هتلاقي الموسيقى هاديه عشان تخليك تمشي ببطء وتقعد تلقط طول ما انت ماشي. تاني حاجه هتلاقي الحلويات دايما عند الكاشير عشان وانت واقف مع ابنك يقعد يلقط وهيعيط فتتحرك فتضطر تشتري. كمان هتلاقيهم وانت داخل السوبر ماركت مغيرين اماكن الحاجه باستمرار عشان تقعد تلف عليها وطول ما انت ماشي تقعد تلقط العروض فتبتدي انت تشتريها. كمان هتلاقي دايما باب الدخول في اول الماركت وباب الخروج بعيد تماما في اخر الماركت عشان يضمنوا ان انت تمشي اطول مسافه ممكنه فتلف على المنتجات كلها. كمان هتلاقي دايما البضاعه اللي هم عايزينك تشتريها على مستوى عينيك عشان تقدر تلقطها اسهل. ودايما في بدايه السوبر ماركت وانت داخل هتلاقيهم حاطين الخضار والفاكهه والحاجات الصحيه عشان يحسسوك ان انت في سوق حقيقي وداخل مكان صحي. عشان كده وانت داخل السوبر ماركت خلي احتياجاتك مكتوبه في ورقه وتنزل نفسك ان انت ما تخرجش عنها. واوعى تدخل السوبر ماركت وانت جعان لان ده هيديك رغبه اكتر في الشراء. ولو هتشتري منتج او اتنين مش شرط تدخل بعربيه، لقطهم بايديك. وخد بالك قوي وانت واقف عند العروض لانها ممكن تخليك تشتري منتج انت اصلا مش محتاجه. وما تنساش ما تاخدش الاطفال معاك في رحله التسوق دي لانهم ممكن يشالوك كتير.